مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك مكتوب والنهاردة عايز أشاركك بجزء مكتوب يبدو أنه عجيب جدا جدا ولكني بحبه لأنه مكتوب ولأن دايما المكتوب صح فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع النهاردة عايز أشاركك عن أربع كائنات هي أصغر كائنات على الأرض ولكنها حكيمة جدا وربنا دايما يعلمنا من الطبيعة مكتوب الطبيعة تعلمكم من صليبه من معجزاته النهاردة بيكلمنا عن الأربعة الصغرى أقرأ معاك سفر الأمثال وصح 30 وعدد 24 أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا فكرة مفيش حد ذكر عنه حكيم جدا الا الاربعه دول ايه بقى؟ النمل طائفه غير قويه ولكنه يعد طعامه في الصيف، الوبار طائفه ضعيفه ولكنها تضع بيوتها في الصخر، الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كله فرقا فرقا، العنكبوت العنكبوت او في بعض ترجمات البرص العنكبوت او البرص تمسك بيدها وهي في قصور الملوك اربعه النمل الوبار الوبار حيوان صغير زي الارنب كده زي بين الارنب والفار بالاسد بيحب يأزئزه عارف الكاجو والفزدق والبندق او الاسد بعد ما ياكل جاموسه ولا بتاع يحب قوي يمسك له كم وبرايا وياكلهم كده التحليه فعايز اكلمك عن فكره الاربعه الحكيمه جدا والصغيره جدا. اول حاجه كلمه عن النمل والاستعداد. النمل صغير بس بيدي درس رهيب في النشاط والاستعداد. دي رقم واحد. اثنين الوبار والاعتماد. الوبار ضعيف وما يقدرش يواجه الاسد بس الاسد بيحتار فيه، عارف ليه؟ لان الوبار هو ومراته الوباره والوبار الصغير ولادهم الوبارات الصغيرين بيبني البيت جوه الصخر فالوبار ذكائه وحكمته هو انه بيبني البيت في الصخر ثم يبقى النمل والاستعداد الوبار والاعتماد بيعتمد على الصخر ثم الجراد والاتحاد الجراد برضه صغير بس لما بيجي وباء بعيد عنك زي الكورونا كده اسمه وباء الجراد زمان بيضلم يعني جه من كام سنه الجراد على مصر وليبيا ضلمت الشمس لان بيجي بكميه رهيبه جدا يخرج فرقا فرقا النمل والاستعداد الوبار والاعتماد الجراد والاتحاد ثم العنكبوت والامتلاك العنكبوت بيمسك بيده في قصور الملوك ودي الأربعة العظيمة جدا والصغيرة جدا تتكلم كلمة عن النمل والاستعداد في شتاء جاي فلان في شتاء جاي بيجهز اكله في الصيف وانا بقول لكل شخص فينا في شتاء جاي فاكرين المسيح عم بيتكلم عن الضيقه قال صلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء او سبت ناس كتيرة انا بعرفهم بيأجلوا التوبة بتاعتهم التوبة معناها انك تشبع بالمسيح اللي قال انا هو خبز الله نازل من السماء بيأجلوا انهم يعملوا الاكل بتاعهم الطعام الداخلي ليس بالخبز واحد ويحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله بيأجلوا لكن النمل ما كانش بيأجل كان بيجهز طعامه اتمنى انك تكون مستعد حموس 4 في آية عظيمة جدا مكتوب استعد للقاء إلهك المسيح حكى مثلا عن اعذار الحكيمات والجاهلات أما المستعدات دخلنا معه عشان إيه؟ عشان كانوا مجهزين في الصيف قبل الشتاء ما يجي زيت وأني النمل والاستعداد ثم الوبار والاعتماد كلنا عارفين إن في آية صريحة في كرونس الأولى عشرة إن الصخر رمز المسيح في خروج 17 موسى ضرب الصخرة فنزلت ميه في قرون يقول 10 يقول جميعهم شربوا شرابا روحيا واحدا من صخرة تابعتهم والصخرة كانت المسيح اذا لما تربط المكتوب تعرف ان الوبار اللي بيبني بيته في الصخر رمز لكل حلقات هذا البرنامج الجميل مكتوب انه دايما بيدخل جوه المسيح بيعتمد على المكتوب زي ما قال المسيح الرجل العاقل يبني بيته على الصخر يبقى النمل والاستعداد الوبار والاعتماد اعتمد على الصخر وانا بقول لك اذا كنت لسه ما خطبتش اهم حاجه تقول للوبار خطيبتك اللي هتخطبها او تقول للوبار خطيبك اللي هيخطبك تقول لها ترضي ان بيتنا يتكون جوه الصخر على فكره ان الوبار يبني بيته في الصخر مش يدخل الافراد البيت كله في الصخر النمل والاستعداد الوبار والاعتماد ثم الجراد والاتحاد زي ما قلت لك يخرج فرقا فرقا وهنا كلمه حربيه المؤمنين الحلوين رغم انهم ضعاف في الدنيا دي مملكه المسيح عظيمه جدا والحاجات اللي بيعملها في الخفاء يعني بيستخدم واحد في العطاء وبيستخدم واحد في الإدت واحد في التصوير واحده في التجهيز واحد في الكلام هارموني لما تقرا عن المواهب في 2 4 و 2 12 افس 4 وبطرس 4 روميا 12 كرونسلو 12 تفهم يعني ايه الجراد بيعمل اتحاد على فكره التنوع في كنيسه الله ان ده مرنم وده قسيس وده واعظ ودي مصليه هذا التنوع بركه الجراد عامل جيش علشان كده مكتوب ان نلبس البسوا سلاح الله الكامل النمل والاستعداد الوبار والاعتماد الجراد والاتحاد المواهب بتتحد معا ليتمجد المسيح ثم اخيرا العنكبوت ونيل المراد بيمسك في قصر الملوك واحنا في ترنيمه قديمه كانت بتقول جلسه في حضره حبيبي احلى من قصر الملوك فاحنا ملوك الذي حبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنه لله ابي وقريب جدا جاي المسيح ومكتوب وسنملك معه على الارض هو ملك الملوك ورب الارباب واحنا الضعفاء اللي زي الاربعه الصغيرين هنبقى ملوك وهنسكن مش في قصور الملوك لكن هنسكن في بيت الاب مش كلنا لكن الشخص الحقيقي اللي كان زي النمل في الاستعداد وكي زي الوبار بنى بيته في الصخر وعلى الاعتماد وزي الجراد والاتحاد ثم اخيرا العنكبوت ونيل المراد بنى بيته في يمسك في قصور الملوك وانا وانت اصلي ان يكون لك مكان في بيت الاب زي ما قال المسيح في بيت ابي منازل كثيره اصلي ان نتعلم حتى من اصغر الكائنات اربعه صغيره جدا وحكيمه جدا ما هي الحكمه؟ الحكمه هي الاستخدام الامثل للذكاء لمجد الله وفائدتك. صلي قول له يا رب اديني حكمه زي ما اديت سليمان حكمه في يعقوب واحد مكتوب من منكم تعوزه حكمه فليطلب من ابي الانوار الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير الحلقه قادمه من برنامجك مكتوب